استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مبنى القيادة العامة هذا اليوم سعادة السفير أفضال محمود سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة، حيث نقل إلى جلالته رسالة من دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة تتضمن دعوة جلالته لزيارة جمهورية باكستان الإسلامية، إضافة إلى العلاقات التاريخية المتميزة ووسائل دعمها إلى جانب تنمية مختلف مجالات التعاون المشترك. خلال اللقاء أشاد جلالته بما يشهده التعاون الثنائي من تميز في جميع الميادين، مؤكدا رعاه الله أن العلاقات البحرينية الباكستانية هي علاقات استراتيجية راسخة تقوم على أسس ثابتة من المصالح المتبادلة والاحترام والتفاهم. كما أعرب جلالته حفظه الله عن تقديره لجهود فخامة عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ودولة السيد عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني ودورهما في دعم أطر التعاون وتعزيز الروابط الوثيقة مع المملكة، مشيدا جلالته بالدور المحوري لجمهورية باكستان الإسلامية في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وإسهاماتها الإيجابية مع المجتمع الدولي في ترسيخ دعائم الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.